السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعي الأوفياء، آمل من على القدير أن تكونوا في صحة جيدة وأن تواظبوا على هذه الدروس التي ألقيكم إياها، وذلك بالتتابع. تشاهدوا الدرس الأول وتفهموه، ثم تشاهدوا الدرس الثاني وتفهموه، كذلك إلى آخر الدروس. الشيء الذي أركز عليه هو عدم التسرع. جميع هذه الدروس ستكون إن شاء الله بالتفصيل، ليست موجهة لمن يحب الاختصارات والسرعة. فإذا قررت أن تشاهد أي فيديو من هذه الفيديوهات التي أقرأ فيها للدروس، يجب أن تكون المشاهدة كاملة مع التركيز، مع التركيز. من الأحسن أن أبدأ مع 3 أو 4 أشخاص وأصل إلى 1000، عكس أن أبدأ مع 1000 شخص ويبدأ العد عكسي. بعد هذا وعد مني أنك ستفهم جميع الدروس في اللغة الإنجليزية، فالمسؤولة كلها على عاتقي حينها. هذه الأزمنة هي التي نستعمل بكثرة، وهي التي نحتاجها لتكون الجمل والتحدث باللغة الإنجليزية. الأزمنة التي سنحتاج إليها هي كالتالي: الماضي البسيط، الماضي المستمر، المضارع البسيط، المضارع المستمر، المستقبل البسيط، والمستقبل المستمر. هذه 6 أزمنة ضمن 12 زمن. هيا لنبدأ درسنا اليوم إن شاء الله. Lesson number 9 Tenses in English. الدرس التاسع، الأزمنة في اللغة الإنجليزية. Tenses in English. الزمن الأول: past simple. Past simple. Past simple معناها الماضي البسيط. الماضي البسيط. Past معناها ماضي. Simple البسيط. Past simple الماضي البسيط. ثانيا والزمن الثاني: past continuous. Past continuous. Past continuous الماضي past المستمر continuous. Past continuous. الزمن الثالث: present simple. Present simple. Present simple المضارع البسيط. المضارع البسيط. Present المضارع simple البسيط. Present simple المضارع البسيط. Present continuous. Present continuous. Present continuous المضارع المستمر. المضارع المستمر. Present continuous. الزمن الخامس: future simple. Future simple. Future simple المستقبل البسيط. الزمن السادس: future continuous. Future continuous. Future continuous المستقبل المستمر. لنبدأ ب past simple. الزمن الأول past simple أي الماضي البسيط. هو حدث وقع في الماضي دون تحديد الوقت بالضبط. past simple الماضي البسيط هو حدث وقع في الماضي دون تحديد الوقت بالضبط. لنأخذ مثال example: yesterday. yesterday معنى الأمس أو البارحة. yesterday نتكلم عن الماضي هنا. yesterday. yesterday I went. I went. I went هنا went هو فعل to go في الماضي. في الماضي البسيط صرفنا هنا to go. went to go في الماضي. to the cinema. wait. yesterday I went to the cinema. البارحة أو الأمس ذهبت لدور أو لقاعة السينما. لقاعة السينما. yesterday ذهبت I went to the cinema. البارحة ذهبت لقاعة السينما. الزمن الثاني present continuous. present continuous. present continuous هو هنا present continuous المضارع المستمر. present continuous المضارع المستمر. نستعمل هذا الزمن عندما نتكلم عن حقيقة أو عادة أو روتين يقع في الحاضر. متى نستعمل هذا الزمن present continuous؟ نستعمل هذا الزمن عندما نتكلم عن حقيقة أو عادة أو روتين يقع في الحاضر. لأعيد الست الأزمنة: past simple الماضي البسيط، past continuous الماضي المستمر، present simple
المضارع البسيط، present continuous المضارع المستمر، future simple المستقبل البسيط، future continuous المستقبل المستمر. Example: I go to the beach every day. I go to the beach every day. أذهب إلى البحر يوميا أو كل يوم. I go to the beach every day. هنا routine يعني أن الفعل نكرره كل يوم. I go to the beach every day. لنأخذ زمن future simple، زمن المستقبل البسيط. Future simple هو حدث، المستقبل البسيط هو حدث أو فعل سيقع في المستقبل لم يحدث بعد دون تحديد الوقت، دون تحديد الوقت. مثال example: tomorrow غدا، tomorrow غدا I will go to the beach. غدا tomorrow I will go سأذهب إلى البحر. غدا tomorrow I will go to the beach. ويمكننا أن نحدد الزمن والتوقيت في المستقبل البسيط. ويمكننا أن نحدد الزمن والتوقيت في المستقبل البسيط. Example مثال: tomorrow at 8 o'clock غدا على الساعة الثامنة. Tomorrow at 8 o'clock هنا حددنا، لاحظوا at 8 o'clock تحديد، at 8 o'clock على الساعة الثامنة. I'm going to go to the beach. فهنا في هذا المثال لقد حددت الفعل بالزمن at 8 o'clock. ويمكننا أن نحدد الزمن والتوقيت في المستقبل البسيط. Example: tomorrow غدا at 8 o'clock الساعة الثامنة I'm going to go سأذهب إلى البحر to the beach. في هذا المثال لقد حددت الفعل بالزمن ألا هو at 8 o'clock. ننتقل إلى الزمن الآخر، present continuous المضارع أو الحاضر المستمر. present continuous المضارع المستمر. نستعمل هذا الزمن عندما يتعلق الأمر بحدث يقع في الحاضر ويستمر دائما في الحاضر. نستعمل هذا الزمن بمعنى present continuous، نستعمل هذا الزمن عندما يتعلق الأمر بحدث يقع في الحاضر ويستمر دائما في الحاضر. لنأخذ مثال example: now الآن، مهما هنا now الآن في هذه اللحظة. now I am going to the beach مختصرة كما لاحظنا سبق في الدروس السابقة. I am going to the beach الآن أنا في طريقي إلى البحر. الآن now I'm going to the beach أنا في طريقي إلى البحر. Now الآن I'm going to the beach أنا في هذه اللحظة في طريقي إلى البحر. Future continuous المستقبل المستمر. فهو حدث أو فعل يقع في المستقبل ويكون فعلا مستمرا، يكون فعلا مستمرا. وفي المستقبل نحدد هذا الفعل أو الحدث، نحدد هذا الفعل أو الحدث. لنأخذ مثال example: tomorrow غدا at 8 o'clock على الساعة الثامنة I will be going to the beach غدا سأذهب على الساعة الثامنة إلى البحر. إذن فهو حدث سيقع في المستقبل، to go سيقع في المستقبل ويكون مستمرا، ونحدد هذا الزمن أو الفعل. هنا حددنا ب 8 at 8 o'clock على الساعة الثامنة. مثال: tomorrow at 8 o'clock I will be going to the beach. Tomorrow at 8 o'clock I'll be going to the beach. فهو فعل سيحصل في المستقبل وسيكون فعلا مستمرا. أو يمكن أن أقول مثال آخر: tomorrow غدا by this time في هذا الوقت، أو نقول by this moment في هذه اللحظة. moment معنى اللحظة. وي tomorrow غدا
في هذا الوقت أو في هذه اللحظة. By this time في هذا الوقت. By this moment في هذه اللحظة. Tomorrow by this time. By this time or by this moment I will be going to the beach. I will be going to the beach. نفس المعنى. غدا على هذه الساعة على في هذه اللحظة سأذهب إلى البحر. I will be going to the beach. فجميع هذه الأزمنة سنتطرق لها إن شاء الله بالتفصيل في الدروس القادمة. هنا أعطيكم لمحة موجزة عن هذه الأزمنة. لننتقل إلى past continuous، إلى زمن the past continuous، الماضي المستمر. فالماضي المستمر نستعمله عندما يكون الحديث عن شيء، عن شيء ما كنت تقوم به في لحظة معينة في الماضي. فهو الحديث عن شيء ما قمت به أو كنت تقوم به في لحظة معينة في الماضي. طبيعة في الماضي in the past. Example: I was going to the beach. I was going to the beach. كنت ذاهبا إلى البحر. كنت ذاهبا. I was going to the beach. I was going to the beach. دائما يمكننا أن نلاحظ أن هناك استعملت the past معنى الماضي, the present معنى الحاضر أو المضارع, the future معنى المستقبل. Let's take another example. لنأخذ مثال آخر. Example: I saw my brother when or while I was going to the beach. I saw شاهدت أخي my brother عندما when or while عندما نفس المعنى when while عندما I was going to the beach عندما كنت ذاهبا إلى البحر. هنا to see فعل to see مصرف إلى الماضي البسيط. So على أن سنتطرق إلى الفعل إن شاء الله في الدروس القادمة. فكما قلت لكم عدم التأني, عدم السرعة, التأني. I saw my brother when I was going to the beach. هنا في هذه الحالة استعملنا حدثين. الحدث الأول to see أو فعل to see في الماضي to saw, والحدث الثاني عندما كنت ذاهبا I was going to the beach. الحدث الأول so والحدث الثاني I was going to the beach. مثال آخر, another example: My dad arrived home when I was watching the TV. My dad arrived home when عندما when أو نقول while when I was watching past continuous الماضي المستمر was watching the TV. My dad arrived home. أبي أتى إلى المنزل عندما كنت أشاهد التلفاز. هنا كذلك استعملنا حدثين to arrive فعل arrive to arrive verb arrive وفعل to watch watching I was watching he was watching. سنتطرق إن شاء الله هذه الأشياء في الدروس القادمة. أعيد: My dad arrived home. أبي أتى إلى المنزل عندما when I was watching the TV عندما كنت أشاهد شاشة التلفاز أو التلفاز. هذه الدروس القادمة إن شاء الله هاتي الأزمنة سنتطرق لها إن شاء الله في الدروس القادمة والتي هي كتيات الاستعمال. راجع الفيديو مرة ثم مرتين ثم ثلاث. حاول أن تكتب الجمل التي أعطيتك إياها ثم حاول أن تبدل الفعل. حدث كان واقع وجاء مثلا حدث ثاني وقطع. هنا فهنا في هذا المثال هناك حدث وقع مثلا كنت أمشي أو كنت ذاهب إلى البحر شاهدت أخي. هنا مشاهد أخي مثلا حدث قطع الحدث الأول عندما كنت ذاهب فجأة شاهدت أخي. على أي هنا حدث الأول I was watching الحدث الأول. الحدث الثاني الذي قطع هذا الحدث arrived home أتى أبي كنت أشاهد التلفاز ثم أتى أبي. على أين ستطرق إن شاء الله إلى تلك الأشياء في الدروس القادمة. شيء من الصبر والمراجعة والحفظ والتركيز هذا هو الذي ألح عليه. المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد وذلك بالضغط على زر
لايك إذا أعجبكم الفيديو، ولا تبخلوا علينا بتعليقاتكم وتفاعلكم. دمتم بخير وإلى الدرس القادم إن شاء الله.